نعود لنستقبل رمضان ككل سنة من عمرنا الفارط، وكما قيل ما أشبه اليوم بالبارحة. نعد من أيامنا التي تترى وتطير بدون رجعة، ما قدر لنا أن نعيش من العمر، والله جل وعلا يجعل لنا محصاة للذكرى والتذكر والتدبر، محصاة من العبادة السنوية والشهرية واليومية. ورمضان لا شك شهر عظيم، بل هو من أعظم الأشهر فيما خلق الله جل وعلا من الزمان، ومن أخطر مزالق إبليس وتلبيسه على المسلمين أنه استدرجهم من أن يجعلوا رمضان كما جعله الله شهر عبادة بتميز، ليجعلوه شهر عادة بتميز. ما يمارسه الإنسان من العادات، عادات الأكل والشرب واللهو في عموم حياته من السنة، مع الأسف الشديد أحوال الناس تدل على أنهم يمارسون ذلك أضعافا مضاعفة في شهر رمضان، بينما الأصل في شريع الرحمن مما أنزله في القرآن أن يكون شهر رمضان فرصة لمضاعفة التعبد وتعميق التدبر للقرآن العظيم والتفرغ الكامل لله بالانقطاع عن العادات، لا بإتيانها أضعاف المضاعفة، يعني العكس تماما مما يمارسه الناس على غير قصد الشارع الحكيم وعلى غير مراد النصوص القرآنية الصحيحة، النصوص القرآنية القاطعة في مقصدها، من أن هذا الشهر وجب على العبد من أن يجعله كاملا لله، وأن لا يبقي فيه لنفسه شيئا، حتى الأكل والشرب، حتى الأكل والشرب والنوم وكل أعمال العادات يجب أن تصير كلها في رمضان لله. وخير مثال لذلك توقيت الأكل من رمضان وقصده الذي وجب أن ينبني عليه. فمثلا لا يجوز لامرئ أن يؤخر إفطار المغرب إلى العشاء مثلا، يعني لما يأذن المغرب واجب عليك تفطر المغرب، ما عندكش الحق تقول أنا مازال ما فيه شيء الجوع نبقى حتى العشاء. هذا يجوز لك في غير رمضان، يعني في غير رمضان يمكن لك تأخر الأكل ديالك، يعني لغير قصد التعبد ماشي بنية ديال العبادة، إذا لم تجد حاجة إلى الطعام. ولكن في رمضان وجب عليك أن تفطر المغرب في إبانه إلا أن يكون لك عذر شرعي، مع ذلك لما لقيت ما تأكل أو يعني عندك شي مشكل يمنعك من الأكل في الوقت. فإذا الأكل نفسه اللي هو عادة من العادات، يعني طبيعة بشرية، تحول في رمضان وصار عبادة من العبادات، لأنه حد بوقتين وحد بقواعد وضوابط، عنده الأدب دياله وعنده القواعد دياله. الأكل وكذلك النوم وسائر أصناف عملي لما يتخلل ليالي رمضان من القيام وصلاة التراويح، يتبدل برنامج ديال العادات ديال الإنسان، الطبيعة العادية ديال الإنسان من الأكل والشرب والنوم والعمل، كل ذلك يتغير في رمضان على وفق العبادة، كيتبنى على ميزان ديال العبادة. فصار رمضان كله ما فيه من العبادات بالأصالة أو بالتبع، يعني هذه الأمور اللي هي الأكل وشرب وتحول وصار عبادة في رمضان، كل ذلك يجب أن يصير كله لله الواحد القهار. هل أسف حقيقة ما أدري ما بال هذا الناس وماذا وقع لهم، كيف تحيل إبليس عليهم فأذلهم وأخرجهم من أن يجعلوا رمضان كله لله، فجعلوه في غالب أحوالهم إلا من عصمه الله وقليل ما هم، مع الأسف جعلوه شهر العادات والشهوات بامتياز. هذا شهر عظمه الله جل وعلا، فوجب على العباد أن يعظموه، ويكفي أن فيه عبرتين عظيمتين لو تدبرهما مؤمن لتزلزل وجدانه ولنهد كيانه. أول شيء حصل فيه للبشرية في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان، أعني رمضان، كان شهر التعرف إلى الله رب الكون بعد تيه وحيرة وضلال. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولما يوحى إليه بعد، يعني قبل ما يتوحى إليه،
قبل ما ينزل عليه القرآن كان في حيرة من أمره، ووجد عادات العرب في عبادة الأصنام سفها في سفه، فجعل يبحث حائرا في حيرة من أمر الكون وأمر الحياة والموت، باحثا عن رب هذا الكون كما بحث قبله الأنبياء إبراهيم وغيره والصديقون والصالحون عبر تاريخ الدين، إلى أن كان ما كان من أمر نزول الوحي في ليلة من ليالي رمضان أن اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول كلمات القرآن التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مضمونها الأول التعريف برب الكون، فعرف محمد عليه الصلاة والسلام أول ما عرف من الدين عرف الله جل وعلا أولا وتعرف إليه في شهر رمضان. ولذلك نسجل أن رمضان كان مناسبة للتعرف إلى الله أولا وجديد الصلة به لمن كانت له به معرفة. ولم يزل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كل رمضان يتفرغ إلى الله متهجدا قائما صائما سائرا إلى الله، لا يلتفت إلى شيء، إنما هو القرآن ذكرا وتلاوة وقياما والعمل الصالح المتفرغ لله، معارضة للقرآن مع جبريل وعرضا له على المسلمين على قراء الصحابة خاصة، وعملا دؤوبا لله ومع الله وبالله. كذلك كان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن انحرف عن سنته وهديه فلن يلقى إلا الخطار والعياذ بالله. فيا أيها العبد المصلي أتعرف لمن تصلي أم أنك تمارس عادة وحسب؟ رمضان فرصتك للتعرف إلى ربك فلا تضيعها مرة أخرى كما ضاع رمضان الذي قبله والذي قبله والذي قبله من عمرك هذا المتصرم من بين يديك قهرا من غير خاطري وخاطرك، أعمارنا تتصرم من بين أيدينا ونضيع الفرص الذهبية بل التي هي أغلى من الذهب كله، لأن الدقيقة الواحدة يستحيل عليك أن تستردها، لا يمكن أن تعيش اللحظة الواحدة مرتين، مستحيل. عمرك دقائق تعيشها فإذا مضت انقضت ولن تعود إلى يوم القيامة. عجيب أمر الناس، يهدرون السنة كلها في لا شيء، ثم يأتي شهر الله رمضان يفتح لهم فرصة نادرة للتوبة وجديد الصلة بالله والبحث عن المعرفة الإيمانية. كل منا وجب أن يسأل نفسه، هل أنا فعلا أعرف الله؟ ولكل قول حقيقة ولكل حقيقة مصداق، فإن أجبت بنعم فما دليلك لنفسك على نفسك؟ لا تجيب أحدا، إنما أجب نفسك ماذا تعرف عن ربك. لو امتحنت نفسك حقا لوجدت أن بينك وبين الله ستر وحجب، وإنما تعرف أشكال الأسماء والكلمات. هذا حال أغلبنا، وجب إذن أن نطرق باب المعرفة بالله جل وعلا توحيدا وتفريدا له سبحانه وتجريدا له عن كل صفات النقص، عسى أن يورثنا ذلك اليقين في قلوبنا، لأن أحوالنا تدل حقيقة على أننا لا نعرف الله حقا. أحوال التذبذب في السير إلى الله، أحوال التردد في التعامل مع أحكام الله تحليلا وتحريما وإيجابا واندبا وإلى غير ذلك من علامات السير إلى الله من أحكام الشريعة، التهافت على الحرام من المأكل والمشرب والعادات والموبقات، كل ذلك يدل على أن العباد لا صلة لهم بالله، بل ها أن يكونوا عارفين بالله. العودة إلى الله، فرمضان تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء. ومن أراد أن يغتنم رمضان فليتجرد له الآن قبل رمضان، لأن الذي يريد أن يطير في الفضاء لا بد له من مرحلة قبل الطيران من السير، تماما كما تصنع الطائرة تجري على الأرض أولا مسافة ثم تطير. الإقلاع لا بد أن يقع قبل الشهر قبل أن يفاجئك، والعبد الذي يعرف الأدب مع الله لا ينبغي أن يبقى حتى يستدرجه إبليس إلى اليوم وغد وبعد غد، يدخل رمضان يقول لك إبليس، وهذه غير العشر الأوائل حتى النصف يا رمضان، وهذا يقع كثيرا.
فإذا جاء منتصف رمضان قال لك وهذا غير النص خلي العشر الأواخر، ثم في العشر الأواخر يقول لك قلب غير على الوتر حتى لا يبقى لك شيء من رمضان ويمضي كما مضى رمضان الذي قبله هباء منثورا. الأشياء التي تسمى موانع ما كتخليش تقلع، اقطع الحبال ديالها، اقطع حبالها وتفرغ في الاستعداد بقلبك إلى مولاك اللي المخ دياله الآن مشغول مشغول بالاستعداد فيما يتعلق بالطعام والشراب. ماذا بقي له في ذهنه من التعلق بالله؟ هذا شيء خطير جدا على المستوى النفسي والوجداني والإيماني. يعني لما تلقى الإنسان الآن رفض لهم مفكر المصروف ديال رمضان أبدا، واش هذا قبل الطريق ديال رمضان.